السلام عليكم. اليوم مع ام محمد جبت لكم وصفه كرات الثلج لي بول دو نيج او الغفاير المنزليه، مع اهم سر لنجاح هذه الوصفه باش تقعد لنا لمده طويله، تقعد اطريه كما راكم تشوفوا. زينتها بهاد البابيونات هادو في الحمرين، هذه حسب طلب الزبونه بغات هذا التزيين. وصفه رائعه، نفتح لكم حبه تشوفوها من الداخل كيفاش تكون. شوفوا كيفاش تقعد طريه محشيه بالشوكولا الطلاء منزليه، هذا هو الشكل تاعها. وتقدروا كذلك تحشوها بالبندق او اللوز حسب المستطاع، وان شاء الله تعجبكم. ودرك نروحوا نشوفوا الطريقه والمقادير باذن الله. وبالنسبة للمقادير، مقادير معروفة عند الكل. المكون الأساسي هو جوز الهند اللي هو نوع دو كوكو. أنا هنا عندي كمية كبيرة، عندي 3 كيلو تاع جوز الهند، نوخرها من هنا دوك من بعد نخدمها وحدي غير في غرضي. ونحتاج كذلك كمية تاع نسلي أبيض، هذا النسلي أبيض منزلي، صنع منزلي، والله ما كانش فرق بينه وبين اللي ينتباع، ولهذا صنعته منزلي. دخلوا شوفوا في النوتيلا رقم 3 توجدوا الوصفه تاع النسلي الابيض. وعندي كذلك رايحه نحشي هذه الحلوه بالشوكولا الطلا، ثاني صنعتها منزليه هذه الوصفه نوتيلا رقم 3. شوفوا هذه بلا ما ندخلها للمجمد للثلاجه عفوا، غير هنا في المطبخ، وشوفوا كيفاش تماسكت، الجو راه بارد بزاف. دخلوا شوفوا الوصفه. واذا بغيتوا تحشو كذلك بالقليل بحبات من اللوز، انا هاد الزبونه بغات تحشي الغفايلو بشوكولا الطلا، انا هاد الحبات رايحه نخدمهم لولادي، نحشي بشويه بندق وشويه لوز، وانتم كيما تبغوا حسب المستطاع. ودرك نروح نجيب شويه تاع جوز الهند، انا هنا نخدم معكم غير كميه صغيره كما قلت لكم، من بعد انا نكمل الباقي. هذا النسلي، ونبدا نخلط عيني ميزاني، انا ما عنديش مقدار، انا حتى نشوفه اتشرب مليح النسلي بهذه الطريقه. ندخل النسلي مع جوز الهند، شوفوا هنا مازال راه ناشف، مازال ناشف، لازم نشربوه مليح. ندخل هذه الكمية، شوفوا هنا بعد ما دخلت الكمية الثانية تاع النسلي، شوفوا كيفاش راه متشرب مليح، سقيناه مليح بالنسلي الأبيض. لازم يكون بهذا القوام، يكون متشرب جيدا، لأنه هنا جوز الهند هو بداته يتشرب بسرعه السوائل. انا خليه درك هنايا غير في المطبخ، راه الجو بارد، ولكن في فصل الصيف دخلوه للثلاجه، نخليه حتى يتشرب كامل هاد كميه النسلي. شوفوا كيفاش راه، هذا هو السر لنجاح غفايلو ويقعد المده طويله اطري. لما يتشرب هاد الكميه نزيد له كميه اخرى من النسلي. ودرك بلا ما جوز الهند تشرب كمية النسلي، أنا نخدم الكرات تاع الشوكولا اللي نحشي بهم جوز الهند. أنا استعملت هاد المول تاع السيليكون باش يساعدني لما نقلعهم من المول بسهولة. عمرت الشوكولا هنا في كيس حلواني باش تساعدني، وعمرو على حساب ما تبغوا الحشو. أنا نعمر هنا حوالي 7 غرامات. أنا الصراحة الزبونة قلت لي النوتيلا الحقيقيه جاتها غاليه كما تعرفوا، السعر تاعها راه غالي بزاف. ودوك نعمر هاد كامل هاد المول، وندخل هاد الشوكولا للمجمد حتى تجمد عاده باش نحشي بها جوز الهند. بعد ما خليت جوز الهند في 3 سوايع هو يتشرب مليح كميه النسلي اللي درناها الاولى، شوفوا كيفاش راه القوام، القوام ولا ناشف، يعني تشرب كامل الكمية. أنا ما نستعملهش بهذا القوام، لازم نضيف له كمية ثانية تاع النسلي. هذا هو سر بقاء رافايلو أطري المدة طويلة.
دوك نزيد كميه تاع نيسلي ونعاود نخلط. شوفوا هنا القوام كيفاش ولا بعد ما ضفت الكميه الثانيه تاع النسلي، يولي هنا شغل معلك ومتشرب مليح، لان الكميه الاولى تغلغلت مليح في حبيبات جوز الهند، ولما نضيفوا له هذه الكميه يقعد لنا طري. دوك نخليه واحد النصف ساعه يعاود يتشرب ونحشيه بالشوكولا. بعد ما خليت جوز الهند يرتاح للمرة الثانية، أنا الصراحة خليته أكثر من ساعة، رحت نصنع هاد البابيونات. الزبونة بغات مزينة بهاد البابيونات الحمرين والغفايلو، يجي سامبل ما يجيش مزين ولكن معليش. شوفوا القوام بعد ما ارتاح المرة الثانية، شوفوا كيفاش راه متشرب مليح، متشرب جيدا. شوفوا العجينة كيفاش راهي تاع جوز الهند، راهي شغل معلكه. هذا هو القوام اللي راني نحوس عليه. ودوك نوزنوهم كرات باش يكونوا كاع كيف كيف، نوزنهم حوالي 27 غرام، وانتوما كل وحده وتشوف الحجم اللي تبغي، والحشو من 7 الى 6 غرامات 27 غرام. نشكلهم كرات ونروح نجيب الشوكولا اللي راهي عندي في المجمد. خرجت الشوكولا من المجمد، شوفوا كي نديوها هنا في المول تنقلع بسهوله، وكي تكون جامده تساعدنا كذلك. نتوما تخلوهاش هنا في المول، نتوما صنعوا الكميه الكافيه وديروها في المجمد كما انا راني دايره 250 حبه شوكولا في المجمد. ودوك نبداو نشكلو في الغفايلو بهذا الشكل، ندير ثقب هنا ونعمر بالشوكولا بهذه الطريقه، نبلع ونعاود نشكلها كره ونديرها هنا، نرمدها في جوز الهند. هذا جوز الهند من الاحسن يكون خشن، ولكن اللي استعملناه هنا ما يكونش خشن، هنا استعملوا جوز الهند يكون رقيق، نوعيه تكون رقيقه. بهذه الطريقه نرمدوها مليح، ومن بعد نجيبوا الكيسات الخاصين بالغفايلو او الفيريرو روشي، هادو الشكل تاعهم شباب، ونحطوا هنايا الحبه تاع الغفايلو ونزينوها بالبابيون هذا الاحمر، نلصقوا بشويه تاع شوكولا، نسقو بشويه تاع شوكولا بيضاء بهذه الطريقه ونديرها هنا، نزيدو وحده مع بعض. انا نحشيها هذه هنا بحبه تاع لوز ولا حبه تاع بندق، وهنا نصيحه لازم البندق يكون محمص مليح باش يقعد لنا مقرمش داخل جوز الهند. بهذه الطريقه نفس الشيء نرمده هنا في جوز الهند ونحطها في الكيسات ونزينها بالبابيون، ونقعد هكا حتى نكمل كامل الكميه اللي راهي عندي. وهادو هما كرات الثلج او الغفايلو، بعد ما كملتهم سدفتهم هنا في هاد السينيات. انا مازال باقي سينيه ثالثه، ما بقاليش المكان باش نحطها هنا معاهم، وان شاء الله يعجبوكم. شوفوا جا شكل جميل بهاد البابيونات الحمرين. ودوك مباشره نحطهم في علبه بلاستيكيه، لازم نحطهم في علبه بلاستيكيه حتى ولو تصنعوا كميه صغيره باش ما ينشفوش، لانه جوز الهند ينشف بسرعه والدوم المده طويله، يقعدوا ناطريين. وان شاء الله تجربوهم وينالوا اعجابكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.